نبدأ بخبر إيجابي جدا وتقرير مميز. مركز دكتور مصطفى السيد لبحوث النانو تكنولوجي بواحة العلوم والابتكار ده عقد مؤتمر صحفي وندوة ولقاء علمي كان حاضر فيه دكتور مصطفى السيد وعرض آخر ما توصلت إليه هنا الأبحاث العلمية اللي بتحمل بشرة عظيمة جدا لمرضى السرطان وبتفتح الطريق زي ما بنقول كده للتخلص نهائيا من هذا المرض. خلينا نروح نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. لما بيمشي من حتة لحتة اللي هو جزيئات النانو ذهب تتخلص أخيرا من السرطان. تحت هذا العنوان عقد الدكتور مصطفى السيد ندوة لمناقشة دور جزيئات النانو في علاج مرض السرطان والقضاء عليه. العلاج مش غالي جدا أبدا لأن بتستخدمي قطع نانو صغيرة جدا واخد بالك، فالثمن هيبقى أرخص من أي تاني أي علاج موجود دلوقتي. إنما أهميته طبعا إن هو مش هيخلي السرطان يروح حتة تانية، تموت السرطان هناك خلاص، ده آخر السرطان في الجسم ده، وديت اللي بيتعب الناس إنه ينظفوه هنا يروح حتة تانية وحتة تلغت ما يموته، ده مش هتحصل لو العلاج ده استخدم يعني فده أهم حاجة فيه. حضر الندوة عدد من الأطباء والعلماء الذين أكدوا فاعلية تقنية النانو في علاج مرض السرطان ومنع انتشاره. جزيئات النانو اللي مكتشفاها تلمستي رحمة الله عليها الدكتورة منى بكر، توفت من أشهر عديدة، هي المكتشفة النانو بارتيكلز دي عنده في أمريكا في أتلانتا، ودخلت العالم كله دلوقتي من أوسع أبوابه. التكنولوجيا الجديدة دي مبنية على تكنولوجيا اوريدي موجودة، يمكن قدماء المصريين أول من استخدموها في العلاج، بس أيامها ما كانش بالليزر، أيامها بالشمس. هو النانو تكنولوجي له تطبيقات كتيرة، وش معنى النانو؟ يعني لأن هو المواد لما بتصل لحجم صغير بهذا الشكل بيكون لها خواص مختلفة عن الخواص اللي احنا نعرفها في الحجم الكبير. بالنسبة للسرطان وعلاجه، طبعا علاجه يعني معروف العلاج الكيماوي وهكذا، ولكنه في الآخر فعلا بيقضي على الإنسان رغم أنه هو بيعالج مرحليا. ميزة العلاج بنانو الذهب أنه هو بيأثر على المكان اللي فيه السرطان فقط دون غيره. جزيئات نانو الذهب تقتل السرطان، بشارة حملها الدكتور مصطفى السيد خلال الندوة لمرضى السرطان تؤكد أننا قريبا سنقضي على هذا المرض ونتخلص منه نهائيا. مرنا عادل، أون لايف. طبعا مرض كلنا بنأمل ان هو يتم القضاء عليه وان ابحاثنا تتوصل فعلا بقى لي يعني علاج سريع، لان اعتقد ما فيش بيت الى حد كبير او الى حد ما يعني ما فقدش شخص علشان مرض السرطان، مرض يعني خبيث جدا. نتمنى ان شاء الله يا رب يكون ليه علاج قريب حقيقي يكون فعال. خلينا كمان ننوه ان زميلنا محمد عبده هو عمل لقاء ان شاء الله هيتعرض قريب جدا في صباح اون مع المهندس أو عفوا مع الدكتور مصطفى السيد، واللقاء ده هام جدا إن شاء الله حضراتكم تتابعوه الأسبوع ده بإذن الله هيتم عرضه.